السلام عليكم ورحمة الله. بعد الصلاة والسلام على رسول الله، مرحبا بكم في قناتي وصفات أم الغالية. اليوم إن شاء الله راح نحضر فطائر تركية. هذه الفطائر معروفة، تحضر بحشوة مختلفة وتجي رائعة ولذيذة جدا. وأكيد إذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايكات وبارتاجيو مع ليزامي تاعكم للاستفادة. على بركة الله نبدأ في الوصفة نتاعنا. نحتاج كاس ياغورت طبيعي أو زبادي، راح نزيد نصف كاس ماء، ضروري يكون دافي. راح نخلط مكونات جيدا ونزيد ملعقة كبيرة ممسوحة خميرة الخبز، ونزيد ملعقة كبيرة سكر عادي أو سكر حبيبات، ونكمل نخلط المكونات مليح. هنا عندي بيض، البيض راح نضيفه للخليط، والصفار راح نمسح به الفطائر. ونزيد 4 ملاعق كبار زيت، ونزيد نصف ملعقة كبيرة ملح، ونكمل نخلط مكونات مليح. ونبدأ نضيف فرينة. نبدأ بالكاس الأول، نزيد الكاس الثاني، ونزيد الكاس الثالث. نبدأ نجمع العجينة. هنا عندي الكاس الرابع، منضيفوش كامل، راح نضيفه تدريجيا حتى نتحصلوا على عجينة تكون طرية. وفي الأخير تحصلنا على عجينة طرية، وهذه هي الكمية تاع الفرينة اللي زدتها. هنا راح نزيد ملعقة كبيرة مارغرين طرية بحرارة المطبخ، وندخلها مليح في العجينة بهذه الطريقة. راح نرش شوية فرينة فوق البلون دو ترافاي، ونكمل نعجن العجينة مليح هكذا. وفي الأخير تحصلت على عجينة طرية ما تتلاصقش في اليدين. راح نحطها في وعاء ونغطيها بورق شفاف، ونحطها في مكان دافي ونخليها حتى تخمر. وهنايا العجينه راهي خمرت، جات ما شاء الله. راح نرش شويه فرينه ونقسم العجينه تاعي الى 5 كويرات. وبعد ما قسمتهم الى 5 كويرات راح نكورهم مليح هكذا، ونتحصلوا على هذه النتيجة. ونبدأ نحلهم بالحلال مباشرة. راح نبدأ بالكويرة الأولى، راح نحلها بالطول هكذا. نبدأ نحط الجبن المبشور على الأطراف، والجبن استعملت هذا النوع. نبدأ ندور العجينة على الجبن ونضغط جيدا هكذا. ولازم تغلقوهم جيدا على الأطراف باش ما يتحلوش في الفور كي يطيبوا. ونبدأ نشكل شكل فطائر على شكل قوارب. هنا راح نضغط جيدا كما راكم تلاحظوا، وفي الاخير تحصلنا على هذا الشكل. ونرفدها ونحطها مباشرة فوق ورق الطهي. ملاحظة مهمة، ما تخليوهمش يخمروا، تكملوا كامل الكمية طيبوهم مباشرة. راح نحط الجبن المبشور. هنا الحشو اختياري، استعملوا الحشو اللي تحبوه.
راح نزيد الفلفل الملون والبصلة، نزيد الطون. وهنا بعد ما كملتهم كامل ناخذ صفار البيض، بياض كنت ضفته للخليط، والصفار زدت له ملعقة كبيرة حليب وخلطهم مليح، وندهن الفطائر ونزيد نزينهم بالسانوش والجلجلان. في هذه اللحظات الفرن تاعي راهو سخون، راح نطيبهم كيما موالفين نطيبو بيتزا، نطيبهم في 180 درجة. عندما يبداو يتحمروا نحيهم من الفور، نزيد نكسر فيهم البيض ونرجعهم للفور يكملوا يطيبوا ويتحمروا. وهنا كيما راكم تلاحظوا بعد ما بداو يتحمروا نحيتهم من الفور، راح نوزع بياض البيض هكذا بهذا الطريقة، وبعدها نحط الصفار في الوسط، راح نكملهم كامل بنفس الطريقة. تحصلت على 5 فطائر، وبعدها راح نرجع الصينية للفرن يكملوا يطيبوا ويتحمروا. وفي الاخير وصفتنا لنهار اليوم كانت عبارة عن فطائر تركية بحشوة بسيطة ولذيذة جدا. هنا بعد ما طابوا وتحمروا وخذوا تحميرة شابة راني نحيتهم، كما راكم تلاحظوا جو ما شاء الله جو هايلين وخفاف، يجوا بزاف بنان ورايعين. هنا راح نقسمها لكم تشوفوا الفطائر تاعنا كيفاش يجيو من الداخل، يجيو ما شاء الله روعه، ولا بات تجي بزاف خفيفه وهشيشه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها وتحبوها، ولا راح تجربها نقولها بالصحه والهنا. نتهلاو في رواحتكم، في امان الله.